معكم. وبالنسبة لنا احنا اولا هذا ديما كيكون شرف لينا كبير باش نجيو نمثلوا منتخب الوطني المغربي، وعاد زيد ملي كيكون شي مدينة اللي ما عمرنا لعبنا فيها فكيكون واحد استقبال من الجمهور اللي غادي يكون خاص. فبالنسبة لنا حنايا شي كي موتيفينا، وحنا فرحانين باش نمشيو نلعبوا قدام الجمهور الوجدي. وكما قلتي يعني الصفحة تسدات وبدات صفحة جديدة، كاين واحد شويه بشويه كاين جروب جديد، كاين دراري جداد، فالجمهور المغربي هو كيعرف المنتخب اكثر من اي واحد، وعارف بان البدايه ما تكونش سهله وغادي يكونوا صعوبات في الاول، ويعني فخصو يصبر مع المنتخب الوطني باش يرجع للمستوى اللي كان وصل ليه في كاس العالم. وهذه حاجه باينه، حنا فبدينا دابا بادين من الزيرو عاوتاني، وكاين دراري ونيفو فوتبوليستيك دراري يعني في مستوى كبير، بشوية بشوية غادي يبدا الانسجام ويبدا عاوتاني ترجع داك لا كومبيتيتيفيتي اللي كانت عند الفريق اللي كان وصل لكأس العالم. وهادشي اللي كاين بحال اللي قلت لك، الجمهور المغربي عارف هادشي وكينتظر هادشي.